السلام عليكم. اليوم نروح لواحد من يعني اكبر المستثمرين في ميدان السياحي في ولايه تيموشنت، واللي افتح هذا الفندق الجميل خاصه بالمسابح الكثيره التي يحتويها هذا المركب السياحي، واللي تم افتتاحه هذه مده عامين وثلاث سنوات في شواطئ اذن ترقى، واللي بالمناسبة فيه إقبال كبير جدا هذه الصائفة على المركب. أترككم تتابعون هذا الفيديو عن هذا المركب السياحي في ولاية عين تيموشنت بالقرب من ساحل ترقة. إذا أترككم تتابعون، والسلام عليكم.